بص واحتلها على طول. السلام عليكم. السلام. انا اسمع خاقم اللي انت بتقوله، ما اعرفش اتكلم تركي. عموما سموك تتفضل جوه عند الحراملك. فيروز معاه يتبسط عشان بعد كده اكل. هناكل. اتفضل. اكل. يلا اكل. ناكل ناكل اكل. يلا بينا يا شكري. عاش سلطان البلاد، ابن انت لابن شداد. عاش سلطانك. يا بس انا سيبه يا شكري، مالكش دعوه بيه. يا اخي يا ما تزعلش. سيبه. معلش معلش. بس يا ابني، بس يا حبيب، بس يا باب، بس يا حبيب، بس. صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي. يعني انت مستحمل موسم كامل؟ صل على النبي. خلاص خلاص، اخر رواية، ما حدش يعمل معاك كده. والله احسن واحد عندنا الولد ده. والله ما اعرف ابدا ان هو مجنون. ده مجنون، ده خد الواد نزل بيه. انت عبيط يا هد. متعرفش ان هو معلش معلش، ما احنا اسفين. تعال اعمل السلطان، خد تعال. يلا يلا، اتفضل اتفضل اتفضل. تحب نقفل الستاره ولا حاجه؟ اتفضل اتفضل. ايه ده؟ وايه النازله اللي نزل بيها يا معادي؟ عمل لي تبلتي بام سلاح. معلش معلش. حاضر حاضر، وبراحتك يعني، براحتك. او باي سرعه، براحتك. فاكره عادي. عملت ايه في الاكل؟ حطيت في السم كله. حطيت السم في الاكل؟ اه. مفيش اي صنف ما فيهوش سم بحيث ان انا اكل منه؟ لا كله في السم. مش اشكال الاكل. العصير، انا عايز كوبايه عصير وتزود فيها السم. اه. وكوبايه تانية من غير سم، انا هشرب اللي من غير سم. طب ما احط سم في الاثنين. انت عايز تخلص مني يعني؟ ايوه. خلاص حط سم في الاثنين، بس عايزك بقى تعمل اثنين مختلفين عن بعض. واحد اعمله كانتالوب وواحد اعمله كيوي. كيوي وايه؟ كانتالوب. طب هو في سؤال، هو الكانتالوب ده كانتالوب ولا كان ايه؟ هو كانتالوب. هاته واعصره وحطه وحط فيه السم. ماشي. يلا شكرا. ماشي. ابعد عنه ابعد عنه ابعد عنه. دي جت منين دي؟ اتفضل يلا اطلع معاه، اطلع معاه. انا اسف يعني، بعد اذنك يعني. طب. ماشي ماشي. تعال تعال تعال، اتفضل تعال تعال تعال. احنا اسفين يعني. اتفضل اوقف هنا. اتفضل. دستور. قائد الطرح. دستور يا جناب السلطان العظيم. يا دي الفنون الشعبية اللي انا فيها. فنون شعبية ايه يا مولاي؟ هو انت لسه شفت حاجة؟ انا شفت حاجة. لا كده رسمي يعني. مولاي. ماشي ماشي ماشي. دلوقتي عملت ايه في الراجل الخاين اللي كان جاي عايز يقتلك؟ لسه ما عملتش اي حاجه يا مولاي، لكن اكيد هعمل، ولازم اقبض على المتآمر عشان يعمل كده. واقبض عليه بقى يا مولاي. لو قبضت عليه وقتلته انا هجوزك خديجه اختي. بتتكلم بجد يا مولاي؟ انا عمري هزرت قبل كده؟ هتجوزني خديجه؟ ايوه. اذا لازم ارقص رقصه الفرح في رمضان. وده أعقل واحد عندنا يعني. خلاص وافقت هتتجوز خديجة، بس الأهم تجيب لي المتآمر. أنا عايز أقول لك على حاجة يا جلالة السلطان. فضل. مفيش أي متآمر، أنا اللي عملت كل ده
وخليت متآمرين كتير حواليك عشان تفضل تخاف وتفضل في احتياج ليا. ايه ده يعني مفيش حد عايز يتآمر عليا؟ لا. يبقى مفيش جواز من خديجة الا ما تجيب لي اي حد متآمر. هات لي اي حد قول لي ده متآمر اقتله بايدي. اجيب لك اي حد متآمر بس اتجوزني خديجة يا مولاي. المهم تجيب لي المتآمر. حاضر يا مولاي، اجيب لك متآمر يا مولاي. تفضل 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 مولاي. أنا آسف مولاي، حط النقط على الحروف قبل ما نطلع سوا على الروف، والسلك لمس يا فول مدمس، أنا عايزة أغمس جعان هموت. دي مش هيام، ده أنت دخلتي في حاجة تانية خالص يعني. عموما يا هيام أنا تحت أمرك، تفضلي. مولاي أنا كان ليا طلب عندك. تفضلي. ممكن تمنع وجود الجواري هنا في الحرم لك؟ معقولة؟ انا عندي حوالي 300 جارية هستغنى عنهم بسهولة كده، وازاي يبقى في حرام لك من غير جواري؟ يا مولاي الغيرة بتاكلني. الغيرة بتاكلك؟ اه. ما تقلقيش عمرها ما تخلص عليكي ابدا يعني. بجد يا مولاي؟ عموما انا ممكن اخلي الجواري كلهم يمشوا وما يفضلش غيرك انت بس يا هيام هان. اه. بس على شرط. ايه؟ الراجل الضيف اللي جاي لنا من قبرص ده عايزين نرحب بيه، وهم سلو بلدهم اللي يرحب بيهم اما يتحط لهم عصير يشرب العصير كله. هيتحط قدامه كوبايتين، لو شربتيهم هستغنى عن الجواز. هشرب الكوبايتين؟ اه يعني دي حاجه بالنسبه لك سهله متهيألي يعني. ماشي يا مولاي. تمام اتفقنا. اتفقنا. في الحاله دي همشي الجواري كلهم. ماشي يا مولاي. يلا اتفضلي اتفضلي. تعال تعال، انت واقف مش عارف تعمل ايه. تعال اتفضل اتفضل. تعالى يا كرياكو، مفيش حد. تعالى. اسمها انا حبيبتي، بقالي 3 سنين ما شفتكيش، عامله ايه؟ انا حامل يا كرياكو. ايه ده مني؟ انا اخر مره شفتك كان من 3 سنين. هو انا جامد قوي كده؟ في ايه يا كرياكو؟ انا من اصول هنديه، بنحمل بعد 3 سنين عادي. ايه ده يعني انت عامل بقالك 3 سنين؟ أوه. يعني الواد ده في بطنك عنده 3 سنين دلوقتي؟ اعملي له سونار بقى صوفي، عايز جلك كراسه الدراسات لونه ايه؟ ما تقلقش عليه، هو تمام. اهم حاجه دلوقتي يا كرياكو ما تشربش السم اللي السلطان هيديهولك. السلطان هيحط لك السم في المشروب. ايه ده بس انا عطسان والله العظيم، رقي ناسف مش قادر، نفسي اشرب اي حاجه. انت عبيط ولا ايه؟ هتموت يا كرياكو. لا هموت، لا خلاص مش هشربه ادام هموت. السلطان شكله جاي كده ولا ايه؟ خلي بالك يا كرياكو، اوعى تشرب من السم. مش هشربه مش هشربه خلاص. لا سلام يا كرياكو، انا مش هشربه خلاص. ايه ده خلاص قلنا مش هشرب المشروب، في ايه مشكله يعني؟ مش فاهم. وإيه الأخبار؟ كله تمام؟ لا ده زي الفل هنا. اه تمام كرياكو، احنا بنرحب بيك يعني. آه. ومنورنا في القصر، وكل الرجاله بتوع القصر هيجوا يحتفلوا بيك. رجال القصر؟ ايوه يا مولاي ايوه. رجال القصر انت اول واحد تيجي؟ اقف ساكت. يا رجال القصر احنا بنرحب. عمرك يا مولاي السلطان العظيم. لا بنرحب بكرياكو، ويا ريت احتفالا بينا قدم له العصير. تفضل قدم العصير. انت ممكن اشرب العصير بعد الغدا؟ هو ده مكوخه، اوعى يا عم. ايه ده مش قادر اشرب دلوقتي. معلش اصل انت لو شربت قبل الاكل ده هيفيدك. ليه؟ لسبب بسيط. ما انا بس يعني مش قادر انا اشرب دلوقتي. انت بتشرب العصير؟ شربت السم. ما انت اللي حاطط السم بايدك في العصير يا غبي. ما هو طباخ السم بيدوقه. بيدوقه مش يشربه كله، دوق على لسانك بس. انت خدت لي السم جوه العصير. اه واضح الحكايه اتلخبطت، وانا مش فاكر قلت لمين يقتل مين. مش اشكال، ادي الاشاره اهي اهي. يلا اجري اجري. السلطان يا ابو سيد يا ابو سيد، استني استني يا اختي. ايه ده الناس دي تحولوا شمع كده ليه؟ انا عارف كده. اه في شمعه ضربت، والله في شمعة منهم ضربتني عملت اه. بقولك ايه، قول ثبت سنام ثبت سنام. ايه ده انتوا بتلعبوا اللعبه دي حلوه قوي. تعال سلمه سلم سلم. امشي انا اكمل انا. يا رب بسم الله الرحمن الرحيم. اي مين يا رب اعرف يا رب.